عشرة أخبار الوكالة نيوز، أهلا بكم. الصحة 92.7% نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية. كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 92.7% بعد تسجيل 98,981 حالة تعافي حتى الآن. ووزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير التشيك التعاون في مجالات التصنيع. استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي السفير جان فولك سفير التشيك بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع الحربي والمدني، وذلك بمقر الوزارة. في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير وأعرب عن عمق التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات، حيث استعرض الوزير أهم مستجدات التعاون القائمة بين الطرفين في مجالات تصنيع الأسلحة والذخيرة، خراطيش الصيد، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ماكينات CNC، خطوط السباكة والدرفلة والمكابس الهيدروليك بالتعاون مع العديد من الشركات التشيكية. وهروب تلاميذ معهد أزهري في صقر قريش بعد اندلاع حريق بمسجد. تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لحريق أسفل معهد أزهري بمنطقة صقر قريش وهروب التلاميذ لسطح المعهد نتيجة الدخان الكثيف وسط حالة من الذعر للتلاميذ وأولياء الأمور. على الفور انتقل الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لمقر المعهد، حيث صرح اليوم السابع أن الجميع تلاميذ بخير ولم يصاب أي تلميذ أو معلم أو إداري أو عامل جراء الحريق، موضحا أن الحريق لم يكن في المعهد بل كان في غرفة بالمسجد الموجود أسفل المعهد. الصعيد الدولي وزير داخلية فرنسا يدعو تركيا للابتعاد عن الشؤون الداخلية لبلاده. نهى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد رومنان اليوم الثلاثاء تركيا عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وذلك بعدما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمقاطعة بضائع فرنسا، مشيرا إلى أن رئيسها إيمانويل ماكرون أجندة معادية للإسلام. وفاينانشال تايمز الديمقراطية الأمريكية مرهونة بما سيجرى داخل صناديق الاقتراع. رأت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن جوهر الديمقراطية الأمريكية بات مرهونا بما سيجرى داخل صناديق الاقتراع في الشهر المقبل، حيث من المنتظر أن يبدأ سباقا انتخابيا محموما بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. وعلى الصعيد الرياضي، ليفربول يستعد لمغادرة ملعب تدريباته لأول مرة بعد 70 عاما. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اقترابه من نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم من ميلود إلى مركز تدريبات أكسا، وهو مقر التدريبات الجديد الذي سينتقل إليه بعد أكثر من 70 عاما في ميلود. وكشف النادي عبر موقعه الرسمي أن تلك الخطوة جاءت بعدما وسع ليفربول شراكته مع أحد الرعاة لتشمل حقوق تسمية مركز تدريب الريدز الجديد في كيركبي، كما تشهد الاتفاقية الجديدة توسيع الشركة علاقتها بالنادي من مجرد مورد لمجموعة أدوات التدريب الخاصة بها إلى علاقة تركز بشكل أكثر شمولية لتصبح شريك التدريب الرسمي للنادي. مصدر بالأهلي، رمضان صبحي يهرب من الحقيقة وباع النادي بحثا عن الدولارات. فند مصدر مسؤول في النادي الأهلي الاتهامات والأقاويل المغلوطة التي رددها رمضان صبحي لاعب الفريق السابق والمنتقى الحديثا لنادي بيراميدز خلال ظهوره أمس الاثنين مع الإعلامي عمرو أديب. وقال المصدر إن معظم تصريحات اللاعب غير صحيحة على الإطلاق، فالأهلي لم يتباطأ على الإطلاق في فتح ملف التجديد للاعب، بالعكس فقد بدأ النادي التفاوض مع اللاعب للبقاء مع الأهلي منذ أشهر طويلة. وعلى الصعيد الفني، والد المطربة بوسي يجري جراحة في عينه بعد تدخل برنامج واحد من الناس. أجرى محمد شعبان والد المطربة بوسي جراحة في عينه اليمنى على أن يجري جراحة أخرى في عينه اليسرى خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تكلف برنامج واحد من الناس بمصاريف الجراحتين وبعض المصاريف الأخرى، حيث تطهورت الحالة الصحية له وهو ما دفعه للجوء إلى الإعلام وأعلن عن تهرب ابنته منه. وتنبؤ الري يتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية حتى الخميس المقبل. تشير نماذج التنبؤ بمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والري إلى عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية من اليوم وحتى الخميس المقبل، وتم إعلان حالة الطوارئ بمركز التنبؤ، حيث يوجد وحدة الإنذار المبكر بالسيول والتي تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.
الآن نختم بأهم أخبار المال والأعمال. البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية. وصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مال التعاملات العربي والأجانب للبيع. إلى هنا وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية. يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. طابت أوقاتكم.